بوب جبوعليريج واتحاد بلعباس لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. دخلها ضيف اتحاد بلعباس بالزي الأبيض منقوص من عديد اللاعبين، أما أصحاب الأرض بالزي الأصفر يدخلون المباراة بعد العودة بالتعادل من اللقاء السابق ضد شبيبة القبائل. الدقيقة 22، خطأ في دفاعات أهلي برج بوعريريج وتسديدة مهاجم اتحاد بلعباس بين أحضان الحارس سيديريك. الرد جاء سريعا من المهاجم بن عثمان، لكن كرته خارج الإطار. ليعرف بقية الشوط هجمات محتشمة من الجانبين إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أين هزت رأسية عباس أنس شباك حارس البرايجية سي محمد سيديريك. الشوط الثاني دخله أشبال المدرب زيري بلال لتدارك النتيجة، وتوالت الهجمات على مرمى حارس اتحاد بلعباس. الدقيقة 70، ركلة حرة نفذها اللاعب مترف بإحكام ورأسية قتال تعلن هدف التعادل لأهلي برج بوعريريج. ضغط البرايجية متواصل واللاعب سلطاني كاد أن يضيف الهدف الثاني. الدقيقة 87، رأسية عبد اللي والحارس مرسلي بصعوبة إلى الركنية. لينتهي اللقاء بين أهلي برج بوعريريج واتحاد بلعباس بالتعادل الإيجابي، هدف لكل فريق. نقطة التعادل يعني في ظل الأزمة اللي راه يمر بها الفريق نظن يعني نقطة إيجابية، ونشكر اللاعبين كثير على المجهودات، وأيضا نشكر اللاعبين اللي راه كانوا غايبين يعني وساهموا بتشجيع زملائهم يعني حتى هم غايبين كانوا حاضرين معنا هنايا، ونشكرهم كثير. ان شاء الله تكون التفاتة للفريق هذا خاصة من مسؤولي ولاية بلعباس. اليوم احنا ونغراطي لا بريمير ميطون، قلنا يعني ما مشات الناس لا بريمير ميطون، ونيتي سورتو لي جان تاعنا هادوما زيتي ترو كريسبي، ويعني تلقينا هدف في الشوط الاول في الوقت يعني حساس جدا، يعني جوست افون لا ميطون يعني في 46 مينيت، والدوزيام ميطون يعني درنا تعديلات يعني ما بين شوطين، درنا تعديلات سواء في يعني في لو سيستيم تاعنا ولا نجمنا نعدلوا النتيجه، وكنا يعني نجمو نسجلوا اكثر من زوج اهداف ثلاث اهداف ما سجلناش، يعني خصت كما قلت اللمسه الاخيره. احنا شفنا يعني الشوط الثاني يعني الحارس سيدريك يعني ما توشى ولا كره.